ولكن قبل نسينا لانه يمكن لوح هذا الفيديو مع العواشر، دونك نقولوا لنا سعيد مبارك. سعيد مبارك سعيد. قبل ما نبداو انا قريت التعليق وكنشكروا ياك، كنشكروا بزاف الناس على هذا الاهتمام وعلى هذا كان بوزيتيف فريمون. زعما انا جيتي ايتوني، ما كنتش كاع كنتسنى بان غادي نلقى هذا الاقبال هذا بحال هكا. الحمد لله 93% ديال التعاليق كانوا مزيانين والحمد لله. كاين بزاف كيقول لك ابتسم زعما علاش. انا زعما عادي انا فهمتي، كنحاول نركز معاك شي شويه، حيتاش هاد لي بودكاست كناخذهم حتى كوم فرصه لي انايا باش نعرف كيفاش نتحاور، نعرف كيفاش نوصل الفكره ديالي تو. دونك ان شاء الله باقي يكونوا دوتغ كونتوني اللي غنكون فيهم هذا عشان تشوفوا واحد سليم وخد اخر، غادي نكون عشاني بلوس ضحك بلوس اليز. وانتوكا انا حاجه كنحييك عليها، وانا كانوا التعليقات كانوا لي جوست وكانوا شويه قاصحين، وكاين اللي ما عارفش بوركوا وهذا، ولكن مع ذلك عمرك ما تقلقتي من لا الناس. لا شوف الويد بحال ملي كني سي تامبوسي، ما عمرك ما تلقاني زعما غادي تلقى شي تعليق كيما بغى يكون وغادي فريمون اثر علي. سي تامبوسي شي تري كونتون، سورتو ملي كنتي في الاولين فاش كنا كنتي دير كدير الكاميرا كترد بالك حيت كانت كتغفلنا وتوقف. دونك مره انا كنهضر وانت تيلمون سي تي امبورطون بور توا كتخاف على توقف. وبعد والورديناتور كان بعيد فكتدور تشوف واش خدام، فالناس كيقول لك با الوالد ديالك كيهضر وانت كتنخلو، مي سي با غاف. المهم هاد المزيان هاد القضيه ديالي وضحتيها شي شويه، حيتاش باقي ما كنعرفش كاع مزيان كيفاش نغيكلي الكاميرا. دونك فيما كدوز 30 دقيقة كتحبس الراس اوتوماتيكمون. دونك مزيان نقول هاد القضية هادي باش انتوكا. شكرا لكم، شكرا لكاع الناس اللي من خلالك واللي وجهونا كلمات، وكي كنفرح مني كيعتبروني يا اب ديالهم يا خوم الكبير يا انسان اللي يمكن لي ياخذوا من التجارب ديالو. حنا بكل تواضع الاراء اللي كان نذكرها ولا اللي كنقولها هي تخصني انا شخصيا، اللي غادي يفارق معايا ولا يقاسم معايا مرحبا سي تري بيان عن اقتناع، واللي كيشوف العكس من حقه لانه ربما تجربته في الحياه خلاته يشوف حوايج اخرين. وحنا فرقت بعض المرات القراءه اللي كنقراوها هي اللي كتكون مختلفه ياك. وفي نفس الوقت بغينا نقول بان حتى الناس عجبهم بزاف لو فات بان هذا لو كونتوني هذا مختلف على شنو كيتعاودوا يشوفوا في سير يوتيوب، واش اللي كيطلع هذا في طوندونس ايتو ماشي المهم. حنا انا اللي كنشكرك عليها هو هذه الفكره، اللي لانه كان هذا الشيء يمكن له يبقى بيني وبينك وتستافد ربما انت وخوك، ولكن انت ارتأيت ان ولاد لا جينيراسيون ديالك حتى هما يتقاسموا معك هذا الشيء اللي كتشوفوا اللي كتعرفوا بالفوضى اللي في راسك بالاسئله اللي في راسك، واكيد هي اللي كتكون في الراس ديالهم. انا عندي واحد الثقه في النفس بان ان شاء الله هذا الشيء هذا لي بودكاست هذا ما حد هما غادي وكيكثروا، ما حد انايا كي هذا الشيء انا كنتعلم منهم وكنستافد، وحتى الطريقه ديال الحوار كتبدل. دونك حتى هذاك لو فات ديال كيفاش كنت في الاول وكيفاش بشويه كنت حسني تو سا هذاك جو في اتونسيون سا، وان شاء الله حتى غادي يجي واحد النهار وغادي نعرف كيفاش ديك الساعه نخدم به. اي او ميم طون دي فكره شي نخد اخرى بان جو كرو فريمون بان هاد لو جون ديال لي بودكاست وهاد لي فالور اللي كنعطيو هذا للناس يقدر يدوز عليه هذا شحال كاع ديال السنين وكتبقى تحافظ على لا فالور ديال حتى شي حاجه عندها علاقه مع الانسان. ومهما داز الوقت هذا الشيء هذا كيبقاو سي دي برينسيپ اللي هما ضروريين، واللي للاسف كيما شحال مره كنبقى نهضروا انا وياك بشويه كتبقى تحس بان شحال من واحد هذا كيبقى يلاش هذوك لي برينسيپ اللي عندهم كيبقى يتبعوا الموجات اللي دايرين بهم. وانت اليوم كتشوف ان من بعد شحال دابا درنا 13 14 البودكاست هذا ان شاء الله غادي يكون نيميرو 16 دونك كتشوف باللي الفكره اللي كانت عندك نهار الاول من بعد هاد الحوارات ديال هاد دابا تقريبا شهر على قطله وكبر واش كتبدلات شي حاجه فيك ولا لا؟ بيان سور بدلات فيا بزاف ديال الحوايج، وما كنت نهائيا كنتسنى هذا الاقبال هذا في هذا الوقت المبكر نهائيا. الحمد لله فريمون انت كما قلتي 12 عام نتوما عندكم لاشين يوتيوب ديالكم، عاد باش فتي 100,000 الحمد لله حنايا في الطريق باش نفوتوا ان شاء الله هذيك 100,000 في قل من شهرين. دونك سي فريمون ايتونون، والحمد لله هذا الشيء هذا ما غادي يزيد ويتحسن وغادي يمشي لقدام ان شاء الله. دونك
كان هذا مدخل نديرو ام بيتي بوز من بعد صلاه الظهر نكملو صافي اوكي يلا. للاسف منين بدا رجعت و صافي كيسجل لا صافي ملي رجعت كنا بدينا كنهضروا واحد الموضوع اللي هو زوين بزاف مي دوماج حتى دخلنا في الموضوع لقيت بان الصوت ما كنتش قاعد بديتو مي صافي عطى بتقني نعاودو نرجعو للفكره ديالنا. وهي في حد ذاتها دابا هذه غتعطيك فكره انه في الحياه راه ماشي كلشي اللي كيمشي دائما احنا مجدين كونسونطري سومي بروفيسيونيل مع ذلك كنا اوبليي ان ديتاي اللي خرج كان زوين ناتوريل كان موضوع زوين ما خصناش نتفقسو وندي سي با غاف نحاولو نعاودو تعلمت منا بلا ما بلا الواحد ما يتقلق بلا والو. وكانت كتوقع لنا حتى في افلام بعد ما كتصور نهار كله كتحرق لك لاكارت كتجي تصور تعاود تصور نهار كامل دونك سي با ايفيدون جو بو با ايماجيني زعما ان الله يحب العبد الملح الحمد لله وصافي كتقول فيها خير وكلشي دونك نعاودو الفكره ديالنا يلا لازمنا زونا هاد فيها الخير واخا حنا كنقولوها بعض المرات ما كنعرفوش القصد ديالها ولكن راه كتحيد عليك كاع داك النيجاتيفيتي اللي كتكون غتلصق فيك وغادي تبقى كتسكنك وغتخليك تمرض تيأس يجيك الياس وتبقى كاين انا دابا صافي صافي تعصبت مي صافي كتقول بان هذه حاجه كتوقع وشنو كاع غادي دير ايوا صافي الحمد لله دونك مزيان انا بغيت هادي نقولها نخرج عليا باش مزيان ارتاح تشرك مع الناس دونك نرجع معاك للنقطه ديالي شنو كنت كنقول لك ولكن قبل نسينا لانه يمكن لوح هذا الفيديو مع العواشر دونك نقولوا الناس عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد وتلا سمعوا لحولي مره مره سيدي راه حتى هو لي بريزون الحمد لله ونيش على النقطه هذه للاسف شحال ديال العائلات كاين واحد العدد ديال العائلات اللي مساكن ما عندهمش كاع الامكانيات باش يقدروا هذه ياخذوا حولي ولكن واخا هكا كنبغي نركز لك في واحد النقطه اللي كنلاحظها وكنلقاها مزاوله بان شحال من واحد ما عندوش امكانيات كما قلت لك ولكن واخا هكا كيتقاتلوا كيتسلف باش ياخذ الحولي علاش سي بلوس على وجه الجيران واخا كاين الايات القرانيه اللي كتقول زعما بان الا شي الا ما عندك ما امكانيات راه زعما ماشي فريضه عليك وكلشي مي كتلقى ولات كتولي هذا بلوس باش هذا الجيران ولا كتلقى باش نقولوا حتى بوزيتيفمون باش دوك الابناء ما يحسوش كاع بهذاك النقص بان هما يسون ديفيرون على الجيران ديالهم. شوف الله يحسن العوان شو التتعيه كتقول الله يحسن العوان ايه حنا ضد التخلف ديال الناس اللي كانوا كيبغيو يمشيو ويشريو الحولي كبير باش الدار قدام الجيران خص الناس يعرفوا باللي رضا الناس غايه لا تدرك غايه لا تدرك ولا ترضي الناس الا بغيتي ترضيهم راه الا بقيتي تتبعهم راه تعطي لحمك وفي الاخر يقول لك ما درتي والو لذلك الانسان ما يعقدش نفسه اكثر ويلزم على نفسه وهي عندك دير ما عندكش دير عندك بالامكانيات اللي عندك قدي الغراض ويجيب الله التيسير ما عندكش كتقول الحمد لله ولكن علاش بنادم عاوتاني اون ميم طون لانه مع الاسف كل ما بعدنا على الدين ديالنا كل ما بعدنا على هذاك الشيء اللي خلاوه لنا جدودنا كنضيعوا لانه كان الفقير ما كيحتاجش يسعى ما كيحتاجش يقول راه ما عنديش قبل ما يوصل العيد حتى كيلقى عنده العيد هذوك اللي عندهم وكيقيدوا هذوك الناس وكيشجلوهم وربما حتى كيجي الحولي ديالهم ما كيرضاش يقولها حتى شي واحد اوجوردي انت كتحير ما بين اللي خداوها ولات عندهم حرفه انهم في العيد يمشيو يدبر واخا تعطي حولي اليوم مادام العيد باقي ما جاش غيمشي ويسعى ويدير بزاف د الحوايج ويحرم وحدين اخرين لانه هذا الطمع اللي ولا في الانسان ما انهم ياخذوا وما بين ان هذاك الانسان اللي فعلا محتاج عنده عزة نفسه ما كتسمحلوش انه يدق ولذلك فهذه القضيه بالضبط ما انا جبدناها الى غير كل واحد فينا شاف غير المحيط ديالو حيت المحيط ديالو غيعرف حيت انا ما يمكنليش نعرف واحد يدق عليه في الباب واش بصح واش ماشي بصح الله يحسن العوان وهذيك الامكانيات اللي عندك
محدوده كتخرج في واحد الاطار معين كتقول الناس اللي كتعرفهم الا عطيتيهم ولا اخر عطى اللي حداه وجيرانه ولا اخر عطى اللي حداه وجيرانه راه الحمد لله غيتكفوا بزاف ديال الناس. وعاد كيجيو دوك الجمعيات كيجيو الناس الميسورين اللي ما شاء الله انا حضرت ليهم كيوزعوا بالكاميونات وهذاك الشيء لا يعد ولا يحصى. ولكن الطمع ديال الانسان والجشع اللي كاين في البعض كيحرم البعض الاخر اللي محتاج فعلا انه انا متفق معك في هذه النقطه هذه. ونرجع لك واحد الحاجه قلتيها زوينه بزاف ديال الجيران. كانوا مثلا الواحد كيحس بالجار ديالو عنده واحد النقص عنده واحد الحاجه يقدروا مثلا يتجمعوا يديروا ان جست باش يعاونوهم. مي للاسف جو سي سيغ بان حتى انت هو اول واحد اللي كتلاحظ بان ما بقاتش كاع عندنا هذيك القضيه ديال الجار كيعرف جاره ولا كل واحد كيسد على داره ويقدر كاع هذا حيت شحال هادي نتا كبرتي نتايا في حي شعبي فين كتحتاج خصك الملحه خصك كذا اي حاجه كتدق على مازال هذا الخير الحمد لله مازال في الاحياء الشعبيه وما يختلفوش معنا الناس. انا واحد من الاخوان ديالي راه كيقول كيطلع كيكون هابط كيقول جارو السلام عليكم ما كيردش عليه وكيعاود كيقول ربما ما سمعش وما كيردش السبيدي خلينا لك في التقار ما تعرفني ما نعرفك. شوف الناس ولاو فهاد فهموا انه الانسان يحترم نفسه ولا يدخل في سوق راسه انه ما يدخلش للفضول على اساس انها القطيعة. ومع الاسف هذه ماشي ولكن في الاحياء الشعبيه مازالين. انا كنعقل انه با كان في الوقت اللي كنا كنذبحوا ما كيخص حتى شي واحد الناس حتى اللي يتيم ولا هذا وعندهم الحاولي ما كنذبحوش. انا كنعقل من النهار اللي بدينا مور الجوج ديال والناس كيعرفوا بوبو جمعه وفي العكاري والعمارات كيعرفوا انه بوبو جمعه ولادو كيذبحوا الناس قبل ما يذبحوا راسهم. وهذه في حد ذاتها كتقول لا ميمكنليش انا نذبح الحولي ديالي وهذيك اللي مسكينه راجلها مريض ولا هو مريض ولا ما كيعرفش يذبح ولا يتامى ولادها يبقاو يشوفوا كيقلبوا على الجزار والجزار في هذاك النهار ما فين غادي تلقاه. وانتم كتكونوا سبعه ديال الخوت يا زعما خصكم ضروري زعما ترجلوا هذا وتعاونوا ترجل منا حنا كنتعلموا اولا هذاك احسن مدرسه هو كتمشي مع باك كتشوف الاطار انت دري صغير ربما 12 14 العام وشهودك في هذاك السفود مع ال11 انك تاكل هذيك الكبيده وهذاك الشيء وكتشوف الناس شوا وهذوك اللي صومتي اليوم وكاين فيهم ربما اللي ما هز السفود وانت باقي عرقان ويجي يقول لك هكا ذوق ولكن كيقول لك لا يلا زيد ولدي الله يرضى عليك برافو عليك كان ديما كيشجع الله يرضى عليك انت اليوم قعدتي معايا مزيان انت ماشي عندك ولدي غتذبح يديك كيفي كبرنا كلنا الحمد لله كندبحوا الحولي ديالنا وكنعتمدوا على نفسنا وكنلزموا حيت شنو المشكل في هذه المدرسه هذه هو انك تقبط نفسك حيت النفس اماره بالسوء ولا تبعتي نفسك غتديك الهاويه ولا قبضتي غير في طريف ديال اللحم وقلتي ناجلو نسبق واحد اخر تقبيات بزاف د الحوايج غيكون عندك الاطار من بعد اللي غياخذ صور اخرى واللي ان شاء الله غادي تجعل منك هذاك الانسان المتميز. وهذا هو الجو ديال العيد اللي خصك يكون خصك تكون هذا مجمع مع العائله وواحد كيعاون الاخر ماشي زعما صافي كتسدوا عليكم كديروا هذا كتذبحوا الحولي صافي باش زعما كتسماو. شنو استفدنا من العيد اكزاكتومون شنو استفدنا من العيد؟ خاصك تلاقى خاصك تجمع خاصك هذا غير فقط قلينا الحولي وخبيناه في الثلاجه واش غير صدقنا منه واحد الطريف واش كاع كاين اللي كيقول انا ما نذبحش كاع نمشي شي وطيلو ونجلس كاع ماشي شغلي وكيعتبروا روينه وخماج والدم وبزاف ديال الحوايج. كل واحد حر في حياته ولدي ولكن راه العبرة كناخدوها من خلال شي حاجة شتي بعض المرات كي اللي كيجيب مثلا نقول لك أعياد بعض الأعياد اللي هي ماشي أعياد لا في الإسلام ولا والو ومع ذلك أنا بعض المرات كنقول وإلا كانت غادي تجمعنا في واحد اللحظة وتخلينا نتجمعوا مرحبا بها بحرس العام واخا كنت هو عيد وطني فهمتي عيد الحب عيد اعتبروا كيف ما إلا كان هو فرصة من اجل اننا نتقرب انا وياك ولا نهرسوا هذاك الروتين ديالنا وهذاك الجفاء اللي كان عندنا مرحبا به. الحسنات تدي من السيئات والاعمال بالنيات. اوكي قبل ما نزيد معك شي شويه اكثر في هذا الموضوع هذا ديال العيد نبغي نعرف هذيك النقطه مثلا ديال الجيران هذه نبغي شي شويه ناخذ منها العبره بالنسبه لك حيت انا مثلا ملي كنمشي في شي ابارتمون راه كنسد عليا وبعد مرات ما كنديهاش كاع فغيمون في هذاك الجار اللي ديالي دونك شنو تنصحني انايا
باش نكون هذا نتقرب هذا بلوس هذا الجار وتكون هذيك نحين نحسو بان النهار يحتاج شي حاجه وهذا في نص الليل ولا جون سي با كوا يقدر يجي يتقرب ليا راه ما كاين مشكل. كنشكرك اولدي على هذا السؤال لانه مهم وان كان لانه شتي تخيل اننا حنا في دار واحده نتوما ولادي الحمد لله اللهم لك الحمد كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش وانا كبرت اننا كنا سته بينا في بيت واحد ولكن ربي عطانا ان عطيناكم كل واحد بيتكم لنفرض انه عماره كل واحد في بيته ماشي في داره لانه العماره هي مشتركه غنطلعوا من نفس الدروج وربما نديروا نفس السنسور ولا ما كان السنسور ربما عندنا نفس السطح اللي غنشرو فيه وربما عندنا نفس الباركينغ ولا عندنا الدخله ديال الحومه. هل يعني ان هذاك الشيء ماشي مشترك انني انا نقيه وانت تنقيه وانت والاخر ينقيه؟ واش هذا يعني انك تجبد جفاف وتلوح ولا تخرج ميكه الزبل وتخليها قدام الباب وتقول تي دوزو سحاب الزبل وانت عندك فيها الحوت وهذا وسبحان الله دازو هما في السبعه انت في الحداش عاد خرجتي الزبل ديالك ما قالكش راسك انك وكتادي جيران كتقول انا التقاري حطيتها وسديت عليا بغيت نشوف حتى شي واحد ادي تجارك ولا كانوا هما ما كيهضروش معاك هذا لا يعني انهم يحبونك ولا كانوا حتى كيديروا لك هكذا هذا لا يعني انه يحترمونك ولا درتي انت بحال هكذا واعتبرتي انك انت راه وصلتي ودرتي شي حاجه وسد عليك وسد تقارك ومربي وليداتك راه ما ربيتي فيهم والو ربيتي انهم ربيتهم على الانانيه ربيتهم على الانانيه انهم ما يثقوش في الاخرين وراه فينا المور غيعيشوا مع الاخرين يتعايشوا مع الاخرين غيتواصلوا مع الاخرين هاد القضيه فريمون وليت كنلاحظ كل واحد كل ما حنا كنزيدوا والتكنولوجيا كتقدم عاد حنا كنعزلوا اكثر وكنبعدوا هذا على الناس. البارح فاش نجح ولد اختي الحمد لله والي ها شتي العماره كيفاش طلعت وكيفاش ونا امبروفيزي الحفله في ربع ساعات ثلث ساعه كانت الحلوه جات كان كلشي كيشطح وحنا شطحنا فرحنا اون كري هذيك السعاده اللي كان عندنا والجيران عاشين جاوا احتفلوا معنا وطلعوا وحنا احتفلنا معهم في الدوره الاولى من نجحوا ولادهم بمعنى شوف غير هاد الفرحه هي مشتركات سوفون حنا هضرنا ديك المره فاش هضرت على مفتاح السعاده واللي نسينا ربما ما اكدتش عليه هو ما كاينش شي حاجه سميتها البحث عن السعاده كاين شي حاجه سميتها خلق السعاده حيت السعاده كنخلقوها ما كنبحثوش عليها. هاد لونيفير اللي دابا حنا دايرينو حنا خلقناه باش بالعمل بالتفكير بالتواصل بالتضحيه باعطاء من وقتك من مجهودك بالبحث بالتفكير فانك تشارك افكارك مع ناس اخرين انك تشري كاميرا تشري بزاف الحوايج تبقى تمونطي دير هذاك الشيء وتعطيه هكذاك لانه واحده ساتيسفاكسيون دونك انت كانت عندك السعاده ديالك خلقتيها السعاده كون كانت عندك كره الناس كيديروا عليها كيمشيو بالطياره يمشيو شي بلاصه ياخذوا السعاده حيت غيلقاوها بحال الذهب عندك السعاده عندك. شوف انا متفق معك في هذه القضيه ديال خلق السعاده الواحد كل شيء عنده علاقه مع البيرسبكتيف والواحد كيفاش كي عنده هذيك النظره ديال الحياه وكل شيء لكن عايش في نفس الوقت كاينين اللي بحث على السعاده ديالو باغ اكزومبل السعاده ديالو هو يدير دارو يدير طوموبيلتو يدير يلقى واحد الزوجه يكون عنده واحد الابناء المهم هو الهدف اللي كيحقق اللي كيخدم باش يحققها هذيك بوغ لو هي السعاده ديالو هذيك يمكن نسميها سبل العيش سبل انك تعيش سعادة حاجه اخرى يمكن ما يكونش عندك بيت ما يكونش كبير يمكن يكون عندك فيلا ولكن انت طامع يكون فيها نص كتار ولا يكون كتار ما عندك سعادتك لانه ماشي سعاده ماشي فيما تمتلك ولدي في كيفاش انت عندك خالق لومبيونس وخالق واحد الجو ومرتاح في انك تصور انك لما كتقول بون انا كنت كنبني صراحه كنت كنبني وبزاف الناس كيقولوا لي واش ما حمقوكش البنايه واش انت كتبني وكتضحك كيفاش كدير ليها حتى بخوتي ولكن ثق بيا ولدي في الوقت اللي كنجي كنكون جاي وكنقول عطاني الله خدمت الحمد لله واحد القدر في لابونك وجمعته لمده 15 ولا 16 سنه وبغيت نبني وليداتي محل فين يستقروا لما كنكون جاي كنقول الله صور هي 70 60 80 100 مليون 20 مليون عندي في لابونك ديال من كنستفد منها بوحدي ولكن لما كتبني كتكون جاي كتقول الله هذاك مول لوندا غادي ياخذ منها وهذاك الكباص غياخذ منها وهذاك العسات غياخذ منها
وهذاك اللي غيحطوا هذاك القصدير غيبنيو منها ولا غيحفروا غيبنيو منها واللي غادي يديروا المرطوب غيبنيو منها الدروغري اللي غتشري من عنده غيب بمعنى شتي هذاك وهذه هي الثروه الحقيقيه اللي كنشاركوها مع بعضياتنا في الوقت اللي كدير شي حاجه والناس كلها كتستافد معاك. لذلك الناس اللي جات ولدي تفقه ما عمرها تحزن شي واحد اللي كيبني وكيدير شي حاجه وكيدير لانه راه فينا المو راه ما يديرهاش بوحده. واحد غني غيدير شركه برافو نفرح له انا حيت شحال مع اسره غادي يحل شحال من واحد غير واحد اخر يكون اناني غادي يبغي يشري راسو طوموبيله غادي يبغي يخسرهم فيما لا يرضي الله. دونك الواحد هذا الحمد لله سهل عليك سيدي ربي دخلتي واحد تعبتي على باش تدخل واحد القدر من الفلوس. انا كنهضر هنا درت من الصلاحه ديالي ولكن في نفس الوقت كلشي كلا معك كلشي كياكل معك وهذا الشيء اون جينيرال. لذلك واحد صاحبي كان كيقول شتي لا ترفح صاحبك افرح ليه حيت على الاقل ما يقول لك سلفني. هادي خصنا نرجعوا لهاد القضيه هادي حيت فغام وليت كنلاحظ بينا الا كان شي واحد يفايتك بدرجه كتبدا تحسد وكتبدا تدخل معاك شي شويه كتبقى تحس براسك ماشي هي هذيك. هاد القضيه اللي لاحظتها بزاف. ولكن خلينا حنا دابا نرجعوا لها نبقاو حنا في العيد ما حنا كنهضروا على العيد. واحد طريفة تفكرتها اللي هي زوينة بزاف بعد الحسد اللي حتى نرجعوا لها. واحد طريفة اللي تفكرتها العيد هي كنتي كتعاود لي بان انت يا خوتك مجموعين في ديك الدويره في العكاري وانتم بسبعه بكم وما عندكم فين تحطوا الحاولة كنتو كتبيتوها معاكم في الدار كنا كنربطوه مع الرجل ديال السداري